أحسن الله إليكم. يقول فضيلة تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ، هل يجوز تقديم صيام التطوع على صيام كفارة الحلف مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال؟ الصوم الذي يفوت يقدم، صوم يوم عرفة يفوت، صوم عاشوراء يفوت، يقدم الذي يفوت، وكفارة اليمين لا تفوت، يصومها إذا كان ما عنده طعام ولا ما يستطيع الإطعام ولا العتق ولا الكسوة لعشرة مساكين، فإنه يصوم ثلاثة أيام. ولكن إذا كان يمر عليه يوم يفوت وهو مما يستحب صومه، يوم عرفة أو يوم الخميس أو يوم الاثنين أو الست من شوال أو يوم عاشوراء، فإنه يقدم الصوم الذي يفوت، تفوت فضيلته على صيام الكفارة لأنه موسع. نعم.